لفارس عندنا قائمه نجحت بالتزكيه، صلاه على النبي كده، و100 فل و14 ولا انتخابات ولا وجع. وعلى فكره الاتحاد الدولي بينجح بالتزكيه، الاتحاد الافريقي ناجح بالتزكيه، عمو متسبي نجح بالتزكيه، بقى في ثقه. هو نفسه المهندس انا ابو ريده طلع قال لك دي ثقه من الناس وانا سعيد جدا بيها. نستفيد بقى، نستغل الثقه دي ازاي؟ طبعا عشان نقدر بقى نعمل حاجه. وللامانه الشديده هنا ابو ريده متميز في موضوع منتخبات الشباب، يعني هو من زمان وقت ما كان معاه كابتن شوقي غريب يعني اشتغلنا مع بعض في الدوره الاولى، كانت من افضل ما يكون. ازاي بقى النجاح اللي بالتزكيه ده وثقه الناس دي انت تترجمها على ارض الواقع؟ اترجمها على ارض الواقع ببعض الامور يمكن. اولا انا عايز ان احنا نروح لاهل الكفاءه وليس اهل الثقه. يمكن يؤخذ استنى على استنى عشان انت بتقول كلام زي الفل. يبقى اول حاجه اهل الكفاءه وليس اهل الثقه. ماشي. يؤخذ على المهندس هاني ابو ريده صراحه اهو. حلو قوي. ان هو لديه بعض اهل الثقه اللي دايما يزكيهم على اهل الكفاءه. تمام. وربما لو كانت حساباته في اوقات كتيره جدا اتغيرت كان حقق نتائج كويسه. ليه؟ حضرتك في التجربه دي المره دي ما عندكش رفاهيه انك تفشل، برضو ليه؟ هو انت مش خدت الحلو بتاع الموضوع ان انت نجحت بالتزكيه ومعاك قائمتك بالكامل؟ اديني انا بقى الحلو بتاع ده. ايه الحلو بتاع ده؟ انا مش عايز خلافات على الترابيزه. انا مش عايز خلافات على الترابيزه. عايز توزيع ادوار. ويعني ايه توزيع أدوار؟ الادوار طبعا. ماشي. ومش شرط كلنا نعمل كل حاجه. ماشي. وانا يمكن من تاريخ النادي الاهلي اداريا اتعلمت دي، مش شرط كلنا نعمل كل حاجه، مش ده الصح. مش احسن ترابيزه هي اللي كل الناس بتشترك فيها في الحاجه الواحده. نعم. مش ده على فكره، مش ده الصح. النادي الاهلي هل اعضاء مجلس ادارته كلهم ما لهمش ادوار بارزه في فيما يخص تطوير وتنسيق وفيما يخص امور رعايه وفيما يخص التسويق وفيما يخص الملف الدولي وفيما يخص الاعضاء ورئاسه البعثات وفيما يخص رئاسه البعثات فيما يخص انشطه العاب الصالات؟ شفنا طبعا. ولكن كره القدم مثلا على سبيل المثال هي في تخصص، في لجنه كره يرأسها كابتن محمود الخطيب. انا مش عايز اسمع النهارده في اتحاد الكره كل يوم عضو مجلس اداره طالع يقول لي فكره ولا يقول لي راي ولا يقول لي تعقيب. على فكره بالمناسبه في بعض من افراد القائمه بداوا يعملوا تصريحات، وانا على طول رحت طالع قلت لهم انت ما بقتش عضو اتحاد كوره. لا انا اتخضيت. انت ما بقتش عضو مجلس اداره لسه، اصبر بقى شويه لحد ما تقعد على الترابيزه وبعد كده تبقى تتحط الادوار. لا ده احنا لسه بنقول الروشيت. ايوه صح. يعني احنا ما لحقناش. نعم. ففكره ان كل واحد، وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الكرسي مغري في اتحاد الكوره والتليفونات والاخبار وادينا واحده حصري. طب قول لنا، طب والنبي مداخله، فانت عندك فكره ان انا عايز اتكلم وعايز اقول وعايز ابدي رايي. ونرجع للي احنا لسه بنتكلم، عضو مجلس اداره في الاتحاد السابق بيتكلم عن ان جاله صاحبه قال له اصابه لاعب. انا مش عايز اقف عند ده، انا عايز اقف عند دعونا يا جماعه نتجاوز هذه المرحله. يبقى انت نجحت بالتزكيه، معاك مجموعة عمل مفترض في تفاهم، مفترض ما يكونش في خلافات على الترابيزة، مفترض يكون في توزيع أدوار، في رجال أعمال كتير جدا في القايمة. مع احترامي أنا عايز أشوف مردود ده. هتقول لي يعني إيه أشوف مردود ده؟ لا، أشوف حضرتك في تسويق، أشوف حضرتك في رعاية، أشوف حضرتك في إعلانات، أشوف حضرتك في أفكار استثمارية تطويرية للمنتخب، أشوف ده في شكل منتخب، أشوف في هيكلة إدارية، لأن في ناس عندها خبرات إدارية في شركات وحاجات كتيرة جدا. ما أنا مع احترامي أنت، انا عايز اخد الادد فاليو بتاعك. كل واحد داخل اكيد هو في حياته عنده ادد فاليو في المجال اللي بيشتغل فيها وفي الحته بتاعته. انت جيت هنا حته كره القدم، وانا صريح اهو، حته كره القدم الباشمهندس هنا ابو ريده لجنه فنيه اختيارات صح هتنجح. حلو. كلنا هنحط ماشي. ايدينا وكلنا هنلغوص. حضرتك قلت اللفظ اللي انا عايز اقوله. كلنا هنلغوص. باظت. كل سنه وانت طيب. باظت. نعم. طب الناس دي يا جماعه جايين ما لهمش دور يعني؟ لا، لهم دور. انا عندي 100 تاسك ممكن اوزعها على الناس دي. صحيح. لو هنعمل كده هروح لحاجه شكلها كويس، مش هنعمل كده جميل يبقى قول للزمان ارجع. هل سيتغير المهندس هاني ابو ريده؟ لا، ده سؤال تجيب عليه الايام. تجيب عليه الايام. طبعا. اقول لك المكالمه اللي دارت بيني وبينك. اتفضل. وبناء عليها ممكن تقول اجابتك يعني. اللي قاله لي بالظبط كده يعني، وانا قلت له يا باشمهندس بلاش الوجوه القديمه، بلاش الحاجات المعششه جوه الاتحاد، بلاش 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 بلاش. قال لي هتلاقي قرارات مفاجاه بالنسبه للجميع، هتلاقي ثوره اداريه وفنيه داخل الاتحاد المصري لكره القدم، وانا هبدا جولاتي من الاسبوع المقبل
وهعرض برنامج كامل متكامل وانا ملتزم بيه. افلح ان صدق. حلو. لان ده مهم جدا. انا بالنسبه لي عندي اخر تجربه للمهندس هاني ابو ريده هي تجربه لم يحقق لها النجاح، هي تجربه وانت بتنظم امم افريقيا على ملعبك لاول مره تخرج من دور 16. نعم. امام منتخب جنوب افريقيا، هي تجربه كمان كان بيشوبها بعض التحفظات في السيطره على المنتخب وبعض سلوكيات بعض اللاعبين ودعمهم. صحيح. يعني في تحدي صارخ لجماهير كره القدم المصريه في وقتها. وبالتالي انا اخر عهدي بالمهندس هاني ابو ريده في رئاسته اتحاد كره القدم لم يكن جيد. كان عندي امور متعلقه بخلافات وامور متعلقه بملابس وامور متعلقه برئاسه بعثات خناقات عليها وحاجات كتيره جدا. انا محتاج اشوف منه على ارض الواقع اللي يخليني اغير الصوره السلبيه عن اداره المهندس هاني ابو ريده لاتحاد كره القدم المصري. ده مهم. موافق. لكن فكره اسماء معينه بيتحرك بيها المهندس هاني ابو ريده في كل مكان وفي كل ولايه ليه، انا رافض الكلام ده تمام. يعني انا ممكن اتقبل، وانا اكون واضح كابتن شوبير، ممكن اتقبل وجود المهندس هاني ابو ريده كوجه وكوجه قديم، لان راجل له نجاحات اداريه على المستوى الدولي. انا محتاج النجاحات الاداريه اللي على المستوى الدولي دي تنتقل الى المستوى المحلي. نعم. هل كابتن المهندس هاني ابو ريده كان بيستعين ببعض الوجوه المصريه لمساعدته في النجاحات الدوليه؟ بالتاكيد لا. لا أنا بالتاكيد. بالتاكيد. طبعا. اسلوب احمد مجاهر بوضوح شديد. امال ايه المشكله لما انا بقول لك بوضوح شديد؟ إيه اللي مش انت بتسال عايز اجابه؟ بالتاكيد. واهمهم اهم من ساعد وعاون المهندس هاني ابو ريده هو احمد مجاهد. وبالمناسبه عايز اقول لك ودي لوجه الله، مجاهد شاطر جدا وفاهم جدا وعارف جدا 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 جدا، بس هي قصه كيف يتم توظيفه. كمل. خليني ممكن تسمح لي اختلف مع حضرتك. طبعا. لان انا عندي متلازمه صعبه جدا مع المهندس احمد مجاهد. لان كان في خلافات واضحه مع الكابتن مجدي عبد الغني، اكثر من خلاف لما مسك اللجنه الثلاثيه مع النادي الاهلي في استقدام حكام اجانب، وكان بيطلع بيكسر لوائح برغم ان النادي الاهلي كان قبل 14 يوم بيبعت الشيك ويقول لك ما عنديش حاجه اسمها حكام اجانب لاي مباراه برغم ظلم تحكيم واقع. فانا ايضا عندي مشكله في اداره المهندس احمد مجاهد الفتره اللي كان فيها لجنه ثلاثيه. وبالتالي انا عندي كلها تخوفات. وبالتالي التخوفات دي تزال ازاي؟ بالكلام، بالمؤتمرات، بالندوات، بفكره ان انا محتاج 25% من اصوات الجمعيه العموميه عشان اقدر انجح واقول ان انا ضامن النجاح فبلف بعمل ندوات. لا، انا عايز على ارض الواقع اشوف لوائح. حسنا فعل الاستاذ طه عزت انه بدا يصدر لوائح بشكل منسق جدا لاداره المسابقات، وده شيء ايجابي جدا لما نيجي نتكلم عن مسابقاتك المحليه، عشان يبقى جنبا الى جنب مع الاهتمام بالمنتخبات سواء منتخبات الشباب او الناشئين، ومن ثم المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. ده مهم ان انا بقى اشوفه، ان انا يكون عندي لجان محترفه. يعني ايه لجان محترفه؟ يعني انا لو هعمل لجنه فنيه يبقى لازم الاختيار يكون اختيار صحيح سليم لاهل الكفاءات، لاهل الخبرات، لاهل الشهادات. لو انا عايز اعمل لجنه تدير المسابقات يبقى ليس هناك اي تدخل من اي عضو في اتحاد كره القدم او يكون له سلطه او وصايه على هذه اللجنه. لجنه لشؤون اللاعبين نفس الامر، يكون اشرافي ولكن سلطه وتدخل في الامور دي لا. ويكون زي ما تم الاعلان عن لائحه المسابقات على موقع الرابطه، يكون عندي كل الامور دي معلنه ويكون في شفافيه. ده لو حصل يبقى احنا بنقول ان في شكل اداري مختلف عما مضى. طيب. وبالتالي هناك بوادر امل.